هلا انت معقوله؟ معقوله ساعه منطعني هوني مقعدني هوني واحد بيقعد التاني نهار الاحد؟ ماشي الحال هلا ماشي الحال، ابوك الحج بينطرك، معلش قفيلك شيء احد. لك ماشي تمام. انت ليش هيك عباس؟ انت ليه ما بتبول على اصبع مجروح؟ لك يا خي مش قصه هيك، ليه عم تحكي هلا اصبعي مجروح بول عليه خلصني. لك خلصني منك بقى، بس انه شو قاعد هلا عم تنطرني هوني ما فهمان شيء من شيء انا ما قعدني هون. لك ما ناطرين اجنس لتخلص من الصلاه تاعها، بدها ساعه لتصلي المسبحه. لك طيب عال ماشي ساعه. لك الله يتقبل منا ماشي الحال، شو بدك فيها؟ ليش لاجنس هلا؟ لك ما كل اللي بدي كل المعنى انا وياها، ما اليوم الاوف تاعها. اليوم ما عندها شغل؟ ما عندها غير كلها عندها ثلاث ساعتين ثلاثة أو أربعة انشقت حالها. تيجي بتقعد لي بتصلي، قلت لها 100 مرة قولي لك وحدة أبانا وحدة سلام بيمشي الحال. يا خيي اتركها، بدها تصلي المسبحة وتقضيس كل الوقت، وهذا كل الوقت عم بيروح من واطي. يا خيي هي هيك بتحب؟ خلص اتركها. بدك لقطين؟ ما بدي لا لقطين ولا كامشين ولا مفلتين. بدك تايه؟ شو بدي؟ فوت على الحمام بالفلوبين. لك يا عمي اتركني بقى، هلا هالقد هيك بدنا نضل واقفين هلا؟ معقول يعني؟ هلا نشوف هلا كيف تنحل. طار النار. اجنس؟ لك شو اجنس عم تعيط اجنس؟ طول عمرك. اهلا. طول عمرك. نعم يا ابني. اهلا. كيفك ابونا؟ منيح. ابونا اسحاق. ايوه. أهلين. ابونا اسحاق. ايه اهلا تشرفنا ابونا. اهلا. اسمه اسحاق. لك طيب منيح فهمت. اهلا. ابونا؟ ايه يا ابني. انت هلا شرفت؟ هلا في القداس يا ابني، تفضلوا قدسوا معنا، يلا تفضلوا على قلنا ساعة واقفين هون، نحن محسبين انه القداس بلش وخلص. لا هلا رح يبلش. انا هلا بعد بده يبلش القداس؟ يعني فيها نطرة بقى؟ كل العالم وهي قاعدة ناطرتك جوا، وانت وين كنت؟ لا هلا وقت القداس هو هلا، انا بجي على الوقت تماما. ابونا؟ نعم يا ابني. في بنت فلبينية دائما بتجي بتقدس عندك، بتعرفها؟ هم كلهم فلبينيات يا ابني. كلهم فلبينيات عندك؟ انه بيجوا مجموعات كبيره من الفلبينيات سوا وبقدسوا. ماش بوشام حسب حاله بابايرو. لك شو هالحكي اللي عم تحكي معه هلا انت كمان؟ ما محسب حاله شيء، بيعرفهم كلهم، سمي له اياها. اجنس تشتغل عند الست ام فارس. اسمها اجنس. اجنس الكسارين؟ ايه بتعرفها؟ عارفها؟ ايه طبعا يا ابني. يا عيني عليك. طبعا. هي اصلا دايما بتقول لي عنك، بتخبرني عنك، بتقول له عن ابونا اسحاق قديش كويس، قديش كلمتك حلوه، قديش عندك تحكي كل شيء، كل شيء من قلبك. البركة فيك وفيها يا ابني. تسلم ابونا. وجهك كله بركة، الله يخليك. البركة. ابونا. نعم يا ابني. شيء بيني وبينك. ايه تفضل. قعد الماضي اجت لعندك اجنس قدست هون؟ الاحد الماضي قدست. نعم يا ابني. ايه. خبرتك شيء؟ كيف يعني؟ شو بتخبرني؟ ليه شو عم بتقول؟ كنت عم تقول شيء؟ جيت الاحد ورجعت اجت الخميس، وهي بعد القداس بتعترف عادة. اجت لعندك كمان خميس؟ انفخ باللبن يطلع لك بوالين. لك شو هلا جي هلا هي اللي عم تحكي مع زلمة؟ بقى البحصة، بقى البحصة. يبقى ماشي الحال، وإذا اجيت؟ شو بتعترف؟ بتعترف كمان بتخبرك كل شيء؟ ايه طبعا بالاعتراف بتخبرني كل الأسرار. شو قلت لك عني بشرفك؟ لا بالأسرار طبعا ما فينا نقول شيء يا ابني، هدول أسرار. ما بخبر حدا شو يعني؟ لما يجي حدا يعترف عنا بيعطينا اسراره، ما فينا احنا نجي نخبرها للناس، بتعرف؟ لحظه ولا يا بابا معك 20,000 دي. لشو ال 20,000؟ برطيل. لك هذا بينحكى معه برطيل هيدا؟ ما عم ببقها. شو مفكر حالك قاعد على القهوه انت؟ طيب خلص اسكت اسكت اسكت، لا تحشر حالك بامور رب ثانيه. خلص ريحنا. ابونا اسحاق. نعم يا ابني. ما فيك تخبرني شيء؟ طب قلت لك بتحبني او شيء؟ لك يا ابني ما فيي خبرك شيء، عم بقول لك انه هدول اسرار. هلا بدي اقول لك شغله. اقولها. هي دائما بتحكي عنك بالمنيح انه انت شاب ادمي وانه هي بتحبها. شفت كيف؟ دائما بتقلي انه عباس ما في منه بجنن وبتحبه كثير. وايف مين عباس؟ عباس شاهين. مين عباس شاهين؟ هي بتحكي عنه انه عباس شاهين بتحبه كثير وهي وياه تمام. انا عباس شاهين؟ يا ابني مش انت عباس شاهين؟ لا ما انا. لك مش انت صاحبها الاجنس؟ بلا انا. لك مش انت اللي بتظهر معك بتروح وبتجي ومدري شو؟ بلا انا. يعني انت عباس شاهين؟ لا ما انا. إيه؟ شو هالحديث هيدا يا ابونا اسحاق؟ انا تاخرت على القداس. ايش بدك شيء بدك لا 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 تفضلوا احضروا معنا القداس. لحظه على القداس. ايه تفضلوا احضروا لا معنا. لا شكرا حاضرينه. لا شكرا ابونا اسحاق. الله معك ابونا يعطيك الف عافيه. قال بتحب وحده عباس شاهين؟ روق شوي روق لتفه. انخافش اش تسمع. لمين بده ينخافش اش يسمع؟ وايف وايف شو وقفت؟ انت ما كنت النهار الخميس انت واجنس؟ بلا انا. يعني انت ظهرتها لاجنس؟ ما انت قلت لي وديها انا وديتها. يعني بتحبك لالك اجنس؟ لا ما انا. ما تعمل لي انا وما انا عم تعمل لي فيها كولومبالي عباس هون مرقينه نحن من زمان. وحياتك فريد انا ما لي علاقه في سوء تفاهم بالقصه. لا سوء ولا تفاهم. بدك تشوف هي شو عم تعمل، طول بالك انا ما لي علاقه بكل شيء. وحياتك يا فريد قولي دخيلك. اركض لقلك يا بطه اركض.
طال قال لك لان لا مش لك ولا بس